السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه مينتينكس، ده بيخليك تظبط أمور الصيانة عندك في المبنى بتاعك. بمعنى ايه؟ عندي هنا مثلا ورك اوردر. ورك اوردر يعني ايه؟ يعني بتدي أمر إن حد هيروح يعمل صيانة معينة، ومقسماك تو دو ودن. يعني دي خلاص الحاجات اللي خلصت، مجرد إن أي حاجة خلصت بتديها دن. طيب هقول له نيو ورك اوردر، وتيجي هنا تكتب مثلا فيكس مثلا ووتر سبلاي بايب مثلا، وتحط صورة معينة للحاجة اللي هتعمل، واكتب وصف ايه اللي المفروض هيعمله بالظبط، والبروسيدر واساين تو، دي اهم حاجة بحيث تظهر عنده ان المفروض في حاجة تتعمل النهاردة، والتاريخ اللي المفروض هيعمل فيها الصيانة، النهارده 6 ابريل او 7 ابريل، النهارده 7 ابريل. السكادول هتبقى مثلا ديلي ويكلي مانثلي ييرلي، هتعمل مرة واحدة كل يوم ولا هي مرة واحدة في العمر ولا هتتكرر ولا ايه. البريورتي بتاعتها، اللوكيشن على اساس ما يقعدش يتوه، هي يعرف هيروح فين، الاسيتس اللي هيروح يصلحها، الكاتيجوري احنا قلنا بايب ميكانيكال مثلا او بلامينج مفيش، طيب يبقى ميكانيكال. الفيندور تمام، وبتقول له كرييت، فيبدا يظهر عندي هنا الحاجه اللي المفروض تتعمل، والست بتاعتها بقى ديت الست بتاعتها، هل هي اوبن ولا ان هولد، انت هنوقفها شويه، ولا ان بروجريس، ولا دن. دن يبقى تنقل لدن هنا، تمام مبروك احنا خلصناها. اوبن لا، اكتشفنا ان فيها حاجه لسه ما اتعملتش. هنا عمر، فانت لو جيت هنا اساين تقدر تقول له انا عايز لكل الناس او عايز لعمر سليم بس، فيبدا يجيب لك المهام بتاعت عمر، تمام، يبدا يفلتر لك المهام بحيث ان تجي لك الحاجات بتاعت عمر بس، وهكذا. وهنا الهيستوري، الحاجات اللي هي فتحناها بتاريخ كام وخلصت ما خلصتش وهكذا، تمام. فدي موضوع الورك اوردر. هنا الريبورت يبدأ يقولك ايه الحاجات اللي اتعملت وايه الحاجات اللي خلصت والحاجات اللي فيها رياكتف، وفي حاجات يعني رياكتف يعني قبل ما تبدأ بدأنا نشتغل فيها، الستاتس بتاعتها، الريكوست لو في اي ريكوست مطلوبة مني، وهنا في حاجات خاصة بالاسيت لوكيشن وهكذا. الاسيت تقدر بقى تزود اسيت زي ما انت عايز، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل ورك اوردر تلاقي قايمة تختار منها. وليكن مثلا عندي الهاندينج يونت 007، اللوكيشن بتاعها هتبدأ بحط بقى كل المعلومات اللي انت محتاجها، طبعا هنزود اللوكيشنز بعد كده. الديسكريبشن بتاعها، السيريال نمبر، لازم طبعا كل واحدة لها سيريال نمبر، مفيش اتنين ليهم سيريال نمبر. الموديل بتاعتها، المصنع، اليرز، الكيو ار كود، الاتاش، الاسيت تايب، طبعا كل ما بتحط المعلومات مظبوطة وكل ما تحط المعلومات ما تسيبش خانة فاضية، كل ما ده يكون احسن، بحيث ان لما تحصل حاجة نبقى عارفين التفاصيل بتاعتها. دي لو في رسائل موجودة، دي الكاتيجوري بتاعت كل حاجة، تقدر تزود كاتيجوري زي ما انت عايز، يعني ممكن تزود واحد مثلا للبلامينج، هنا المتر، اللوكيشن زي تقدر تزود لوكيشن زي ما انت عايز، التيم تقدر تزود ناس تانية معاك في قلب الفريق، هنا الفيندورز تقدر بقى تعمل قايمة بيهم.